والزميل سلطان السعيدي هنا أيضا من ينقل لكم الوصف والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتواصل معكم في صباح هذا اليوم، يوم الثلاثاء 13 من شهر مارس لعام 2018 للميلاد، حيث نتابع مع حضراتكم انطلاقات وتحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة على أرضية هذا الميدان في صباح هذا اليوم، حيث أن المنافسات والتحديات مع سن الكبار، سن الحيل والزمول. نتابع أيضا مع رحلة 8 كيلومترات، أجمل وأكبر التحديات ضمن هذا الانطلاق السنوي الكبير لانطلاقة هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. هكذا أيها الإخوة الكرام، تم الإعلان عن انطلاقة شوطنا الخامس مع هذه أيضا الأسبوح الجميلة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن، وشوطن يحمل لنا فئة الإبكار. هنا مسافتنا 8 كيلومترات، بينما الجائزة تويوتا ستيشن جي اكس ار مقدمة في هذا الشوط لصاحب الحظ الذهب الذي سيخطف الأضواء بهذه الانطلاقة الجميلة وتحديات هذا المسار الرائع والمميز. التوفيق نتمناه للجميع. بينما نذهب للصدارة لنبدأ بالتعرف هناك على أول الأسماء التي بدأت في التقدم أيها الإخوة الكرام في هذا الانطلاق، في هذا التحدي الجميل ومنافسات وتحديات هذا الشوط. البداية هناك مزنة من هجن الشحانية تأتي بالتقدم الممتاز مع بداية هذا المسار، جابر بسال بفران المر الذي يقدم لنا أول الأسماء من بدأت بالانطلاق مبكرا. مزنة مع مقدمة هذا الشوط، بينما على المركز الثاني مشاهدين الكرام نتابع ثاني المراكز والتقدم في هذه اللحظات، من سحاب مع المركز الثاني من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم سحابة مع المركز الثاني. بينما ثالث المراكز، المركز الثالث زيارة وصلت مع المركز الثالث في هذه اللحظات من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يقدمها في هذا الشوط بهذا الأداء الممتاز. بينما على المركز الرابع مشاهدين الكرام وصلت في هذه اللحظات مواري مع المركز الرابع من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما على المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الكرام التقدم يأتي في هذه اللحظات والاندفاع الجميل. هناك نتابع حلوة مع المركز الخامس وهي حلوة من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام على مسار هذا الشوط، على تحديات هذا الشوط في هذا الصباح الجميل من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن. نصف لحضراتكم ما يدور من منافسات وتحديات كبيرة مع السن الكبير، مع أيضا سن الحيل والزمول في هذا المهرجان السنوي الغالي والكبير، مهرجان الأمير الوالد في عام 2018. نتابع مسار التحديات الجميلة، نتابع أشواط وتحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في صباح هذا اليوم. نعود للبداية إلى مقدمة شوط ثنائية جميلة، ثنائية رائعة تتشكل هناك مع الخط الأمامي مع مركز صدارة الشوط. ولكن يا سلام، المنافسة حاضرة ما بين مزنة وما بين سحابة هنا مع البداية الأولى
مزنة من هجن الشحانية بمتابعة هناك جابر بسالم بن فاران المر الشبل من يقدمها بهذا الأداء الجميل، بينما سحابة من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا سحابة مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء المركز الثالث مشاهدين الكرام زيارة مع ثالث المراكز تنطلق بأداء جميل وأيضا اندفاع ممتازة بتشكل هذا المنطلق الجميل وتشكل المثلث الذهبي مع انتصاف المسافة. زيارة من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدمها في هذا الشوط، يقدمها بهذا الانطلاق الجميل وبتحدياته الرائعة دائما. الذهبي سالم بن فاران المري يحضر بتحدياته وانطلاقات هذه الأشواط الجميلة. نتابع مسار المركز الرابع، والمركز الرابع هناك حلوة من بدأت تتقدم في هذه اللحظات، أيضا بدأت تندفع اندفاعة ممتازة من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب خطير محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بدأ هنا يتقدم، بدأ يندفع بانطلاقة هذا الشوط عن طريق حلوة اللي وصلت في هذه اللحظة مع المركز الرابع والخامس الأسماء. أشوف أيضا اقتراب جميل وتحدي رائع ومميز في هذه اللحظات من اللي وصلتنا هناك. حلف وصلت مع المركز الخامس في هذه اللحظة من هجن الشحانية. بدأ أيضا الشبل ينطلق هنا بحلف مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام على مسار شوطنا الخامس مع الفترة الصباحية. نتابع أيضا أشواط ممتعة وتحديات جميلة من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي، ميدان الجميع. نتابع تحديات هذا الشوط وجديده الى خط النهايه. ماذا يحمل لنا من منافسات؟ ماذا يحمل لنا من تحديات؟ عودتنا لمقدمه الشوط، عودتنا للبدايه. هل من تغيير طار وجرى على مقدمه الشوط؟ المواقع مقاربه ايضا بعضها البعض، لكن حلف بدات تتقدم. يا سلام، دعناها في المركز الخامس وفي هذه اللحظات بدأت تغير مشاهدينا الكرام، لأيضا تأتي هنا مع مقدمة الشوط، بدأت تغير من موقعها مع المركز الخامس لتتصدر في هذه اللحظات وتقود هذا الشوط. إذا حلف من هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المر الذي بدأ يدفع بها على قمة الهرم، بدأ يدفع بها على قمة هذا الشوط لتستلم القيادة، لتستلم هنا زمام الأمور وتنطلق بالمركز المركز الأول. بينما على ثاني المراكز هناك زيارة مع المركز الثاني في هذه اللحظات تنطلق بأداء جميل وتحدي رائع ومميز من أجل الشحانية. الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم بزيارة مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء حلوة 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 وصلت في هذه اللحظة من هجن الشحانية. والمشاغب بدأ يقترب في هذه اللحظات، بدأ يقدم لنا حلوة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء أتابع هناك من ميمنة الميدان التقدم الجميل والاندفاع الممتاز من مزنة مع المركز الرابع في هذه اللحظات. يا سلام يا مزنة من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد، بمتابعة أيضا الشبل جابر بسالم بن فاران المري ومع المركز الخامس. المركز الخامس يا سلام يا سلام من بدأت بتقدم في هذه اللحظات. أشوف المركز الخامس يا سلام يتقدم معركة 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 مشاهدين الكرام. أول ظهور لمعركة من هجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم معركة مع المركز الخامس، والمعركة طاحنة ما بين الأسماء، ما بين هذه الأسماء المسرعة نحو خط النهاية. الجي اكس ار ستيشن حاضرة في هذا الشوط. يا سلام ينطلقة حلف 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 بدأت تندفع مشاهدين الكرام. حلف من غيرت الصدارة مع الكيلو ونصف الكيلو، نتابعها بأداء كبير بانطلاق رائع بتحد واضح مشاهدين الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية. من تتابع لنا تحركات هذه الهجنة الكبيرة بانطلاقتها الرائعة والمميزة. حلف مع المركز الأول، يا سلام يا حلف من هجنة الشحانية، ويتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري بينما تحركت في هذه اللحظات زيارة زيارة. يا سلام يا زيارة، يا سلام يا
زيارة، هجن الشحانية تقدم لنا انطلاقة زيارة، والذهبي الذهبي بدأ يغير الأمور، بدأ الذهبي مشاهدينا الكرام يسرع بزيارة إلى خط النهاية. هذه زيارة مشاهدينا الكرام، الكيلومتر الأخير، الألف المثير، التحديات الرائعة، وهنا زيارة تنطلق بالمركز الأول، تنطلق بالصدارة، تنطلق بريادة هذا الشوط. المركز الثاني هناك حلوة من أجل الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث مزنة، مع المركز الرابع أتابع انطلاقة معركة، ومع المركز الخامس أسماء قادمة. لكن البداية زيارة، زيارة، يا سلام يا سلام يا زيارة، مع المركز الأول من أجل الشحانية، الذهب الذهبي سالم بن فاران المري يؤكد حضور زيارة في هذا الشوط، يأتي بانطلاقتها الرائعة مع الحزام الأخضر، أعلنت المغادرة إلى خط النهاية. يا سلام يا زيارة، زيارة تنطلق بالمركز الأول، زيارة هنا تعانق ناموس هذا الشوط، ذاهبة إلى النصر، ذاهبة إلى ناموس هذا الشوط بانطلاق ممتاز وتحدي رائع وجميل من هجن الشحانية. الذهبي يقدمها سالم بن فاران المري، ينطلق بزيارة إلى خط النهاية لتعلن أنها بطلة هذا الشوط، مؤكدة هذا الاندفاع الجميل. نتابع زيارة أيها الإخوة الكرام، تصل إلى بر الأمان، إلى خط النهاية، لتكون هي العلامة الفارقة في هذا الشوط. تهانينا والناموس للمؤسسة العملاقة هجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. حلوة من وصل ثانيا من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مزنة من هجن الشحانية، والمركز الرابع كان الوصول مع معركة من هجن الشحانية، والمركز الخامس وصولا من ضي من هجن الشحانية. هكذا أيها الإخوة الكرام تابعنا مع حضراتكم مسار الشوط، إلا أن زيارة كانت البطلة في هذا المسار. لحظات الإعادة مشاهدينا الكرام لنتابع التوقيت الزمني، 12 دقيقة 12 ثانية 6 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني وصلت حلوة بتوقيت مقداره 12 دقيقة 15 ثانية 8 أجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصلت مزنة ب 12 دقيقة 17 ثانية 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية موصولة لأيضا جابر بسالم بن فاران.